في بعض الإخوة الأفاضل محتجين على إن سيدنا الإمام علي هو المقرب والمحبب من سيدنا رسول الله أكثر من باقي الصحابة، ومعترضين أيضا على إن السادة آل البيت هم الأقرب لسيدنا النبي، بيحتجوا بحديث مذكور في البخاري وهو إن أحب الناس إلي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن أحب الناس إلي هي عائشة، ثم أبيها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. أقسم بالله العلي العظيم كذب على سيدنا النبي ولو في البخاري، لأن هينقضوا نفس كلام في البخاري، إن السيدة عائشة سئلت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة وبعلها. طب هتودي ده فين؟ فيعني عشان نراضيهم إن قلنا يعني إن هو صح، بس أشك ليه؟ لأن كان في مدرسة وضعت في اختراع أحاديث تهدم كل ما قيل في أهل البيت. الحديث ده متواتر اللي حضرتك بيقولوه بتاع الصحابة، آسف مش متواتر عند البخاري وخلاص خبر حضرتك، إنما تعالى بقى على حديث أهل البيت أهل الكساء، هات لي تفسير يخرج منهم، هات لي تفسير خرج عن الدائرة اللي حددها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزهراء وعلي والحسن والحسين، وكانت السيدة الزهراء حامل في السيدة زينب. هات لي حد يخرج عن هذه المنظومة حتى من أعداء آل البيت، لدرجة ابن تيمية، ابن تيمية ناصبي، عدو آل البيت مفيش كلام، أقر بالحديث رغما عن أنفه نفسه، هيكذب بإيه؟ فعفوا ما جيش أستدل بواحد قدام 99، هبقى أنا إنسان يعني إيه بجافي الحقيقة. نمرة اتنين، إيه العنصرية والعصبية يعني؟ طب اعترضوا على سيدنا النبي، الأخطر حضرتك، هل الحديث فقط اللي قدم آل البيت ولا سيدنا النبي لما فرض عليك في التشهد أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لما نهى عن الصلاة البتراء لشيوخ عمائم كبيرة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وبعدين تلقاه لو دققت مع كثرة ما بيتقال قلت لك هتلاقيها سوى سلم أو سعى سلم، أتحدى وبقول للأمة ركزوا كده في اللي بيقوله، هتلاقي في النهاية بقت سعى سلم، مش حتى مش ربنا نزع البركة من بين شفتيه ومتوهم إن هو صح. نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث توتر بحوالي 30 رواية مختلفة يعني 30 راوي مختلف عن الصلاة البتراء، أغلب الأمة واقعة فيها، فليه الحقد والغل على آل البيت؟ هو هذا السؤال، وليه عايزين تعادلوا بيهم حد؟ مدرسة المعادلة، هضرب لك مثال، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، راح محطوط قدامه أبو بكر وعمر كهول أهل الجنة، سيدة كهول أهل الجنة، يعني إيه كهول أهل الجنة؟ يعني إيه الاختراع أن أنت يعني بتوجد المعادل اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد به الأمة في غدير خم في صحيح مسلم، والرواية دي 18 راوي و 18 فرع في الرواية يعني 18 إسناد، إنما الحضور 120 ألف صحابي، لدرجة نفس أبو بكر وعمر ذهب إلى الإمام علي لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال اللهم هذا علي، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، في المستدرك على الصحيحين وانصر من نصره واخذل من خذله، ذهب أبو بكر وعمر ثابتة حتى بخن بخن لك يا ابن أبي طالب لقد أصبحت وليي وولي كل مؤمن، وبعدها عمر بن الخطاب راح مسلم عليه بنفس باخن باخن لك يا علي لقد أصبحت ولي وولي كل مؤمن، جاء الأمر اتغير في السقيفة، مسألة ما بحبش أعدها ليه؟ لأن خلاص واقع تاريخي حدث ولازم الأمة تستفيد بس من الخطأ، بدليل أن نفسه ابن الخطاب قالها صريحة، لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة وقانا الله شرها، يفسرها لي لأنه يعلم الحقيقة، ولما اتكلم مع سيدنا ابن عباس قال له ان القوم يعني كان في انفسهم شيء لصغر سنه، طب واحنا هنعيدها بقى قرشيه حضرتك؟ فانا شايف ان في مدرسه امويه. ما المقصود بالقوم هنا؟ مين المقصود بالقوم اللي كان في نفسهم شيء؟ مين المقصود بالقوم اللي كان في نفسهم شيء؟ يقصد قريش، يعني عايز اقول لك ان قريش في قلبها حاجه من الامام علي، وخاصه انه قاتلهم يعني اغلبهم، يقول لك ما فيش بيت من قريش غير يا عم يا خال يا اخ في 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 بدر وفي احد حضرتك، فشايلينها له. اذا المساله كانت كده، وكان بصراحه الكلام ده وابن جرير الطبري ذكره،
فقضية إن حد يعادل آل البيت اسمح لي أكذوبة، واخترعت أمويا، وفي النهاية اوعى تفتكر ان معاوية كان بيحب أبو بكر وعمر، أتحدى، ولا السيدة عائشة في حق. ولذلك تعمد ان هو يعني يقول الايه: والذي قال لوالدي اف لكم، قال لا لا، ما دي في محمد بن ابي بكر. راحت ماسكاه بقى، انت بتتكلم علينا احنا. جابت بني اميه، قالت اللي في قلبها حق الحقيقه، وغير الفرع الثاني المرواني. وانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الوزغ ابن الوزغ، ولما لعن القائد والسائق والحادي، وكان معاويه وابو سفيان وطبعا يزيد معاهم. يعني ليه الامه بتكذب على الله؟ والصالح مين؟ الحق هو مين اللي سمم سيدنا الحسن؟ مين اللي سممه؟ ترامب ده سممه خبر حضرتك، ولا نتنياهو؟ يعني هل الأمة ما أجرمتش؟ لا، أجرم ناس كتيرة في الأمة أجرمت. مين اللي ذبح سيدنا الحسين حضرتك؟ فيعني رجاء رجاء نكف بقى، واللي مش عاجبه بلاش يصلي على سيدنا النبي وآل بيته، يحذفها من التشهد، لأن سيدنا النبي أثبتها سواء بسباق. نمرة 2 في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وحتى هو على فراش الموت قالها صلى الله عليه وسلم: أوصيكم الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. طب يعني نرد على ده بإيه؟ والقرآن كل أسألكم عليه أجر إلى المودة في القربة. إيه هي بقى المودة في القربة؟ حب أهل البيت. طيب انت عارف اخترعوا لها ايه؟ قال لك لا، اللي هو ان احنا نتحاب، يعني ان احنا نحب قرايبنا. لا، هو الامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قل. لا، هو واثبت هذا، وكان يمر ويخبط على بيت سيدنا علي والزهراء: الصلاه الصلاه يا اهل البيت، الصلاه الصلاه يا اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. يذهب عنكم مش يذهبكم عن. لا، في عصمة هنا لآل البيت، ما يتساواش صحابي بيهم. والإمام أحمد بن حنبل اللي هو إمام الحنابلة أثبتها. ده ابن عبد الله بيقول له: إنهم يتفاضلون في أبي بكر وعمر وعثمان، لماذا لا يذكرون عليا؟ فابتسم قال له: إنه نفس رسول الله بنص آية المباهلة. ومرة برضه بيسأله: رأيك في علي؟ قال له: يا ابني يعني ماذا أقول لك؟ في رجل عمد أعداؤه إلى كراهيته فاخترعوا له المثالب. يعني بقيت يخترعوا أحاديثه، أحاديث في المقابل. أخبر حضرتك: وخاف أحباؤه من الذبح فصمتوا عن حسناته. يعني شوف رأي ابن حنبل. ليه بيغفل؟ رأي صادم. هو دي الحقيقة، دي الحقيقة، وما زلنا عايشين الأجواء للأسف. أخبر حضرتك بكل أسف. طب هل سيدنا عثمان بن عفان يحسب على بني أمية؟ يحسب على بني أمية. طب هو بص حضرتك، آل البيت معصومين، تمام، وبنص القرآن وبنص حديث سيدنا النبي، في عصمة. وإلا أتحدى حد يطلع لي السيدة الزهراء أخطأت حضرتك، واخترعوا لها حديث أنا بعتبره مخترع برغم الشكل حلو. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد اليد. ده الأمة ما تعرفش غير ده. الأمة لا تعرف عن السيدة الزهراء اللي هي سيدة نساء العالمين، والله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. ما عرفوش غير الحديث ده. للاسف حضرتك. طب ما احنا بنتكلم بالمنطق، مش بعصبيه ولا بعنصريه، ولا لانني من ذريات آل البيت. انا مع الحق، والله انا مع الحق حضرتك. فبقول دايما لا، في عصمه بنص القران والسنه، انما الصحابه لهم عصمه. لا، مع احترامي ما فيش عصمه. عشان كده بنقول الجيد والعظيم فيهم بنترضى عنه ادبا، برغم يعني ما حدش قابل مثلا عمر بن الخطاب قال له: يا عمر رضي الله عنك على فكره. ولا عمر بن الخطاب قابل مثلا ابو بكر الصديق وقال له: يا ابا بكر رضي الله عنك، او حد بينادي تاني: يا حذيفه ابن اليمان رضي الله عنك. اخترع هذا. برغم كده بنقول ادبا تمشي، مش ما تمشيش. اخبر حضرتك. فرجاء نعود للادب الحقيقي في التراتبيه. تمام. سيدنا النبي ثم قالوا البيت ثم التردي هنا هيقول لك من موجود في القران: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل الله سبحانه ده خبر يا محمد؟ دي مش امر. تمام. طب حضرتك: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، خبر دي الحقيقه بتاعتهم. تمام. طب حضرتك نمره 2: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. امر. تمام. امر. حتى الامام الشافعي قالها، يعني قال: محمد حبكم فرض. طب حضرتك
ومن لم يصلي عليكم فلا صلاة له. طيب. يا آل محمد حبكم فرض في القرآن أنزله وكفاكم من عظيم الفخر أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. طب نودي أديش الإمام الشافعي، هم مش عاملين نفسهم تبع أئمة؟ طب ما يتبعوا، ما يتأدبوا بأدبهم. إنما لا، أنا شايف في سفالة، في قلة أدب، في تطاول على البيت. لذلك ممكن واحد واشمعنى يعني الامام علي ده يبقى نبيكم؟ لا، نبينا سيدنا محمد، بس هو سيدنا ما بيحدد ان في امام. طب ما انت خليت امامك يزيد ومعاويه. صحيح. خلاص خليك معاه. انا بقول امامي علي ولي الفخر. تمام. وحضرتك انت بقى امامك يزيد ربنا يوفقك معاه ان شاء الله. ربنا نبقى نتقابل في الاخر يعني.